بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم ورحب بحضراتكم في هذا المسار الجميل والتحديات المثيرة. انطلق فعلى الله، هنا ينطلق شوطنا الأول لفئة الصعوب. هنا شوط من أشواط العقود ينطلق هنا في هذا المسار. تمنياتنا للكل، تمنياتنا للمرشحين المتابعين المسايرين لهذه الانطلاق الجميلة. هنا الشاهينية، عوض بن الصغير بن عنود العامري مرشحة من يومين، مطلق عليها الترشيح. شعارك يا بن عنود. المركز الثاني الشاهينية، يتقدم هنا أحمد بن غانم بن إداء المنصوري، بينما المركز الثالث القادمة بشاير. هذه بشاير اللي رشحها معلقكم، بشاير القادمة هنا في هذا المسار الجميل. مبارك بن محمد بالعور الخيلي المركز الرابع، هناك شعار الكثيرية، ولكن العقد العقد يا أهل العقود، يا من تحبون الذهب، يا من تحبون الذهب، لمن هذا الذهب؟ لمن هذه الشارة في هذا المسار؟ الله، الشاهينية باعد بمبارك، باعد باعدت هنا الشاهينية على الصدارة الأولى هنا في هذا المسار الجميل، في هذا الانطلاق المميز. الله، أول اشتراك في هذا الصندوق ذهب بعقد وراح. أول اشتراك في هذا الصندوق هنا ذهب بهذا العقد هنا على الصدارة مع المركز الأول في هذا المسار. سلام سلام بمبارك، سلام سلام بمبارك، قدم لنا الشاهينية، فحظت على ناموس هذا الشوط. أول أشواط الصعوب، شوط العقد هنا يذهب عند مبارك. راعم صيحة، راعم صيحة، مشكور فلله درك. المركز الثاني، هناك أيضا شعار بن محمد مبارك بن محمد العور على خيلي اللي احتلت المركز الثاني هنا أيضا في هذا المسار، مشكور مبارك. هناك أيضا عوض بن الصغير بن عنود العامري هنا أيضا، ولكن التوقيت وين راح بو محمد؟ توقيتنا وين راح في هذا الشوط وفي هذا المسار الجميل؟ يا ليت توقيت وساعة توقيت موجودة في علبة النقل والتصوير، ولكن توقيتنا مش موجود. ناخذ من عند بو محمد. محمد راح، الله يعطي خير التوقيت، ولكن اخذ من مدير اللجان المنظمة في هذا الميدان من ابو سعيد. دقيقتين و14 ثانية، مشكور يا ابو سعيد. توقيت اول اشواط الصعوب دقيقتين و14 ثانية، مولعة اليوم، مولعة، مشكور يا